أفضل رواية عمانية عن روايتها سيدات القمر لعام 2010 إلى جائزة أفضل إصدار عماني في أدب الطفل عن قصتها رشم للعصافير في العام نفسه، ثم صعود سيدات القمر إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد في عام 2011. وفي عام 2016 حازت على أرفع جائزة محلية عن روايتها نارنجة، وهي جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. قبل أن تتوج في ليلة 22 من مايو الماضي بثاني أرفع جائزة عالمية عن روايتها سيدات القمر، وهي جائزة مان بوكر العالمية لعام 2019. كان معي أختي زينة وكان معها يعني توقع عالي.